ست ام محمود، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ ازيك يا امي، ربنا يرضيكي. ازي حضرتك؟ الله كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بالصحه والسلامه. الله يبارك لك يا رب. والله يا شيخ انا في كرب، عايزه الدعاء بتاعك بس في كرب جامد. حاضر ادعي لي ربنا يفك كربي. حاضر. وانا جوزي متوفي، فانا هو كان يعني كان في رمضان ما كانش صام العشر الأخارة. نعم. هل يجوز ان انا اصوم له اليمن دول؟ حاضر. لغايه ذو الحجه، لغايه اليوم التاسع. حاضر حاضر. فاكرين افضلك بالله. حاضر. عليك تدعي لي يفك كربي يا رب. حاضر يا امي. حاضر يا امي. حاضر يا امي. حاضر يا امي. رحم الله الزوج الكريم رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناتي، وأسأل الله العلي القدير بنبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك سيدنا محمد نبي الرحمة، اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك سيدنا محمد شفيعنا، إلا فرجت كرب أختنا أم محمود، فرج اللهم كربها ويسر حالها وأزح همها وأزح غمها واكشف عنها ما هي فيه بحق هذا اليوم المبارك وبحق تلك الأيام المباركات وبحق تلك الساعة المباركة وبحق دعوة من دعوات الصالحين تؤمن على ما نقول، اللهم آمين. ست أم محمود قالت حتة جميلة قوي، سألت سؤال حلو قوي، هو ينفع يا عم الشيخ اللي هيصوم العشر الأول من ذي الحجة يصوم بنية القضاء سواء لنفسه أو عن غيره من رمضان؟ أيجوز، ولا شيء في ذلك مطلقة، أن يجمع بين النيتين فلا حرج عليه مطلقة. ولو أنت تأخرت شوية أنا كنت هقول الحتة دي أم محمود، ولكن الخير فيك بالسبق إن شاء الله. يبقى يجوز أن حضرتك تصوم أو حضرتك تصوم العشر الأوائل من ذي الحجة بنية القضاء من رمضان أو بنية كفارة نذر أو بأي نية عليك، لا بأس أن تجمع بين النيتين. ست أم سمية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا بنحب حضرتك قوي يا سيدنا الشيخ. والله احبك الله ورفع قدرك، ربنا يخليك. لو سمحت يا فضيله الشيخ، انا كنت عايز اسال، احنا بصلي بقوم قبل الفجر، يعني اصلي ركعتين كامل الفترة قبل الفجر. طيب. ده كده كويس ولا اصليهم بعد العشاء؟ زي الفل، جميل، ماشي. طب بعد اذن حضرتك يا سيدنا الشيخ والنبي، نفسي حضرتك تدعي لنا قوي انا واخواتي وبصلاح حالنا واولادنا، وتدعي لبابا ربنا يفك كربه ويسد دينه يا رب، اللهم امين كده، والسادة المشاهدين ان شاء حاضر. الله. حاضر يا ست ام سميه. حاضر. قيام الليل بيبدا من امتى؟ بيبدا من بعد صلاه العشاء. يجوز ان انا اخلص صلاه العشاء وبعديها بنص ساعه او بعديها بعشر دقايق اصلي؟ لو انا بنام بدري مفيش مشكله. طب لو انا عندي يقين ان انا هصحى، يبقى تاخير الصلاة أفضل، إلا إذا خفت ضياع الوقت مني بالنوم. لكن لو أنت عندك يقين أن أنت سهران أو حضرتك هتصحى وعارف أن أنت تصحى، يبقى أخر للثلث الأخير من الليل، ففيه تجاب الدعوات وفيه تفرج الكروب. أسأل الله العلي القدير أن يزيح هم الوالد الكريم، وأن يسدد دينه، وأن يفرج همه، وأن يحفظ شملكم، وأن يحفظكم من كل سوء وشر ومكروه.